أنا بشير جربوع، مواليد 1956، اعتقلت أول مرة في 1973 بسبب إعطاء رأيي في الوحدة العربية في مدرسة شهداء يناير. ما جاء والدي رحمه الله وأعطى تعهد للأمن الداخلي، ومن بعدها خرجت. يعني الاعتقال الثاني كان في 1975 بعد خروجنا من جامعة بنغازي في مسيرة كانت مناهضة لطريقة الانتقام اللي قام بها النظام العسكري من الطلبة في الجامعة والثانويات والمعاهد. أنا اعتقلت لمدة 19 يوم، بعدها خرجنا من السجن وبدأنا في تشكيل اتحاد طلبة في نهاية 75. لما انتخبنا انتخاب صحيح وانتخاب طلابي عادل ونزيه، رأت الدولة والأمن أن كل الأشخاص اللي كان عندهم موقف في 1975 هم جميعهم الآن في الصورة، فرفضت هذا الاتحاد. جاءوا إلى الجامعة مدججين بسلاح، ووجدنا نفسنا في مواجهة معهم. أصيب أول طالب عندنا جلال بوسنوغا إصابة مباشرة في الرأس، كنا نعتقد أنه مات يعني، فرفعنا شعار الطالب في الكلية مات برصاص المخابرات، وفعلا انتقلنا وبشكل عفوي وتلقائي وبدون ترتيب إلى شارع، انطلقنا من الجامعة إلى ميدان الشجرة مباشرة. وبدأ سقف المطالب يكبر، فسقف أصبح أكبر، وطلبنا بإسقاط النظام. يعني أول مرة نطالب الليبيين يطالبون بإسقاط النظام كان يوم 4 يناير 1976. فوجئنا طبعا بكل قوات الأمن، سيارات من الأمن الرسمي من حرس جمهوري من هذا المكان. إصرارنا نحن وبالمولوتوف وبالحجارة انسحبوا، سيطرنا نحن بنغازي في ذلك اليوم، وبدأنا في التحرك في يعني الاتصال المباشر مع كل الناس، لأن ستكون هناك مسيرة كبرى يوم 7 يناير الأربعاء. يوم 7 يناير طبعا انطلقنا من ميدان البلدية إلى المحكمة وطلبنا بإسقاط النظام، وجاء القضاء الليبي النزيه وقدم استقالته، ونقابة المحامين قدمت استقالتها، والنائب العام حلف بالطلاق أن لن يحيل بينه وبين هذه القضية رصاص، ونتيجة لذلك سجن 7 سنوات وخرج من السجن ومات فقيرا بسبب هذه القضية، أستاذ محمد محلل رحمة الله عليه. انتصرنا نحن في تلك اللحظة وتم اعتماد الاتحاد متاعنا، وبدأنا نمارس نشاطنا الطلابي، وبدأنا يعني نتحكم في مقاليد الأمور كما نريد نحن. وبدأت مرحلة التعذيب والاعتقال طبعا في 6 أبريل 76. انتقلنا إلى الأمن الداخلي، ثم إلى سجن الكويبيا، ثم إلى جديدة في طرابلس. الأوامر صدرت بضرورة حكم بأحكام قاسية، تم الإفراج عنا عن طريق النيابة عن طريق حسن عز الدين وعلي بوزغيبة، ولحتى هذه اللحظة القضاء الليبي كان نازية بصراحة. تبرعت نقابة المحامين بكاملها بالمجان للدفاع عنا. قررت النيابة هنا والمحكمة هنا أو مجلس القضاء إطلاق سراحنا، خرجنا من السجن هنا في بنغازي. بعد شهرين استدعونا مرة أخرى في طرابلس لمحكمة الشعب، محكمة خاصة، وقاموا بإصدار إحكام. طبعا نحن 9 الأوائل اللي هم الرئيسيين في القضية كان حكمنا بالإعدام، ولكن قالوا وعندما رأت المحكمة صغر سنها ولا تستثني هؤلاء السبعة من الإعدام وتبقي على محمد بن سعود وعمر دبوب بالإعدام، وفعلا تم إعدامهم. نحن حكمنا يوم 5 أبريل والإعدام كان يوم 7 أبريل، يعني مباشرة، لا في استئناف ولا في محكمة عليا ولا في أي قانون. عسكر وأعطوا رايهم بأن لابد من إعدام، وتم إعدامهم فعلا، ومكتنا 8 سنوات أو بقية المدة كاملة. هذه طبعا وشفنا فيها العذاب وشفنا فيها الويل وشفنا فيها المآسي. صور سنون متاعنا نحول فين بتل، سنوني الآن هذين بتل، ما فيش طبيب، وألام السن يعني خطير وعرة. يوم اللي أطلق صراحنا يوم أصبح الصبح في 88، في الصبح كانت الفلقة في القسم متاعنا يضربوا فينا فلقة، لأنهم أيضا ما كانوا يعرفون أنها سيفرج عنا في ذلك اليوم. وكانت يعني الفرحة متاع خروج بالسجن واستقبال الناس لنا في الخارج كان مضمد للجراح حقيقة، يعني في كل مكان صوري أي مكان بمجرد ما يعرف. طبعا داروا معنا لقاءات تلفزيونية فأصبحت وجوهنا معروفة، عيدت كم مرة، فلما نجي لأي مجرى بأي حاجة ناخذ حاجتي بنعطيه فلوس، يقول لي لا، كيف يقول أنتم ناس ضحيتوا من أجنب الحبس عادي. يعني بصراحة لمدة سنة كاملة كانت الناس غير عادية، وأنا قعدت أسبوع كامل لم أنم إلا ساعة واحدة، أسبوع كامل ما فيش إمكانية ننام. الناس أنا وأخويا طبعا كنا ونسيب ونسيبي كنا 4 نحن، ما فيش إمكانية يعني أسبوع كامل بيش تحصلنا عنهم، وأسبوع كامل بنشوف بنغازي اللي هي 12 سنة ما شفتش، ما فيش إمكانية.
شفت بنغازي بعد خروجي من السجن أسبوع في الليل طلعت كيف نقدر أشوفها. هذا الزخم من الحنان والود اللي لقيناه من الناس أعطانا بصراحة دافع كبير جدا 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 أن نزداد حبا للوطن حقيقة يعني.